جينا نوريكم الامر هذا اللي يخص بصحاب الحوانت باش يتولهوا. نبهوكم هايليك 200 نف. هذا خونا هنا في برج بعراريج جا وعد السيد شراها شرا عليه وعطالو هذه 200 نف. جا في الظلمة شاف التريسيتي راحت جاري في الظلمة لي كاميرا تاعو كانوا طافيين جا عطالو 200 نف هذه وراح. شوف اخواتي ملصق لها 50 نف. هذه عفسة جديدة ملصق لها تيكي تاع 50 نف. أحد طرق تزوير الدراهم هاي لك 200 نف 200 نف صحيحة. وهذه المزبرة هاليك سيستم جديد في التزوير مركب لها تيكي تاع 50 نف وملصقو بسكوش ملصقو تري بيان. حنا اللي نحينا الوريدة هاليك باش يربح 150 ولا ما بيش نكفر يدير هاي ليك 200 في الزهرة هاي المزهرة وهاي تاعها. أما هنا الراس تاع أمير عبد القادر ما يبانش لهنا هنا يبان. نحاولها تاع 50 ألف تيكي هاذي. هذا الفيديو درناه باش نبهو صحابنا صحاب الحوانت خاوتنا صحاب الحوانت كي يجيب لك واحد 200 نف والله يجيب لك سمو فيريفي شني هما ما يعرفوا وقتها الوقت اللي يجيب لك وقت ملي كيحكمك في وقت الغاشي وقت ما راح تري سيتي وقت ما بيليش انايا. وليك نحر 50 نف لا بوند هذي الارجنتين تاع 50 نف نحرها وركبوها منا ويخدعك ياها يسونسو خاوتنا صحاب الحوانت يتنبهوا شويه. وهذو اللي راهم يديروا في العفسه هذه ربي يهديهم ان شاء الله ربي يهديهم ربي يرزقهم بالحلال بركه من يتغشوا في الناس. هذا مسكين مولي حانوت كاري عنده وليدات ما باليش انا يعني تجي تخدعوا هكذا والله غير حرام عليكم وربي يهديهم وخلاص.